السلام عليكم. اليوم موضوع Acute Inflammation. طبعا قبل ما نبدأ، تم تجميع محتوى هذا المقطع من عدة مصادر، عشان كذا المحتوى غير مرتب. تم تجميعه مثلا من المنهج اللي هو تبع جامعة البصرة، وبرضه شوية معلومات من مرجع اللي هو ايش اسمه Pathology and Therapeutics for Pharmacists، وبرضه تلخيص كورس الدكتور سامح غازي، يعني كمية معلومات لا بأس بها برضه من هناك. المهم، خلاصة العمل بيكون كالتالي. طبعا نبدأ. طيب، أسهل تعريف بالعالم للإنفلاميشن هو إنه الإنفلاميشن هي عبارة عن response to cell injury، والسيل injury تمام هو حصل بسبب حاجة اسمها injurious agent. طيب، response to cell injury caused by an injurious agent. طيب، وطريقة شرح الـ acute inflammation بشكل عام بالمصادر هذه كاملة، انه يعني يشرح لك كل حبة من هذول بالتفصيل. طيب، فنروح يعني بناخذ الـ injurious agent، بناخذ الـ cell injury، وبناخذ طبيعة الـ response عشان نعرف التفصيل يعني نعرف التعريف بالتفصيل. طيب، فمن ناحية الـ injurious agent نبدأ طوالي. تلاحظ انه يعني الحاجات الطبيعية للـ cell injury هي نفسها تمشي على الـ inflammation او اغلبها، يعني الـ infection ممكن تفعل لك inflammation، trauma والـ necrosis. الـ necrosis كاتبها مرتين هنا. طيب، والـ hypersensitivity والـ autoimmune، كل واحد من هذول ممكن انه يتسبب بـ inflammation. فلو جينا ثواني قبل ما ندخل فيما تبقى، ندخل بشوية تفاصيل لهذه عشان يعني ناخذ صورة عن الانفلاميشن قبل ما نغوص في عالم الانفلاميشن. لو قلنا مثلا يحصل زي تراما، طيب كيف ممكن التراما تتسبب بانفلاميشن؟ والله التراما لها نوعين، يا بلانت يا بينتريتينج. طيب، البلانت تراما هذه اللي تكون ضربة بدون اختراق الجلد، اللي هي كدمة يعني، والبينتريتينج هذه اللي تكون فيها اختراق للجلد، سواء شظية أو جسم حاد أو شيء، المهم يخترق الجلد. كلا العمليتين ينتج عنهم إنه فيش مجموعة خلايا تموت، الخلايا اللي تتعرض لضغط يعني تنفجر تموت. طيب، فلما تنفجر المحتويات تبعها تخرج إلى الـ interstitial fluid اللي هو السائل اللي ما بين الخلايا. طيب، أوكي، الآن خروج المحتويات تبع الخلية إلى هناك تعتبر ظاهرة غير طبيعية، وهي اللي تسبب عملية اسمها الكيمو تاكسس. بناخذ الموضوع ده بالتفصيل بس يعني كذا بشكل عام عشان تربط المعلومات ببعض. طيب، عموما بعد ما تتم عملية الكيمو تاكسس، تزيد حساسية الوايت بلود سيلز اللي موجودة في البلود فيسلز للمكان هذا، وبعدين تجي الوايت بلود سيلز هذول تنظف المكان. وهذا هو تقريبا يعني ملخص مبسط جدا عن الانفلاميشن. بناخذ الكلام كامل بالتفصيل. طبعا نفس الكلام يمشي عليهم كامل، الانفكشن يدخل الجسم يضر الخلايا، وبعدين يكون في عندك عاملين، يكون في عندك البقايا من الخلايا المتضررة، وعندك برضو اللي هو الخوارج من البكتيريا نفسها اللي هو التوكسينز تبع البكتيريا نفسها، هذه كلها تعمل كيموتاكسس وتستدعي الوايت بلود سيلز. نفس الكلام مع النكروسيس، نفس الكلام مع الهايبر سنسيتيفيتي والاوتو اميون ديزيز، كلها ينتج عنها سيل انجري اللي ممكن يتسبب بعدين في انفلاميشن. طيب، اوكي، طيب الان عشان نعرف الانفلاميشن لازم ناخذ الصوره من بعيد. فاحنا عارفين ان النورمال سيل اي خليه طبيعيه في العالم، طيب اذا تعرضت لستريس فمن المفترض بها انه يعني تعمل adaptation، انها تتعود على ذا الستريس، خاصة لو كان الستريس خفيف ومؤقت، يعني الخلية تقدر تتعود عليه. طيب، المهم، النوع الثاني اللي هو الـ injurious stimuli او الـ injurious agent. الـ injurious agent هذا يعمل لك cell injury. cell injury معناته ان الخلية نفسها تضررت. طيب، طبعا الـ adaptation اذا زاد الستريس واستمر الستريس او زادت قوة الستريس ممكن يتحول الى cell injury. طيب، السيل انجري فيما بعد هي اللي تتحول لنا لانفلاميشن.
طبعا بعدين في تفصيل انه السيل انجري ممكن برضه تكون ريفرسبل، واذا كانت ريفرسبل يعني ممكن انها ترجع لوضعها الطبيعي. تقريبا برضه هذا بناخذه بعدين في اخر المقطع، لكن خلينا نكمل وبنشوف كيف. طيب احنا تكلمنا عن injurious agents فغطينا هذه الجزئية، واتكلمنا على عملية السيل انجري بشكل عام وربطناها في المصطلحات الثانية. باقي الريسبونس، تقريبا اغلب الدرس بيكون على الريسبونس، وان شاء الله ما توقعش بيكون درس طويل، بنحاول. طيب الريسبونس بشكل عام ما تبقى من الدرس كامل يتلخص في الخمسة سطور الجميلة هذه. طيب فلما يحصل انجري للخلايا او لما يحصل حاجة من المفترض انها تسبب انفلاميشن، فاول شيء اول ردة فعل تحصل هو انه يتم التعرف على الانجريس ايجنت. اوه والله هذا حاجة ما ينفعش، هذا الشيء ما ينفعش انه يكون هنا، بقايا خلايا، بقايا بكتيريا، حاجات غلط. طيب فيتم التعرف عليها، بعدين يتم الـ recruitment of leukocytes خلايا الدم البيضاء، يتم تعريفها على المكان هذا، بعدين على أساس إنه خلايا leukocytes هذه تعمل removal of the agent. طيب يعني في عملية اسمها الفاجوسيتوسيس، وبرضو عمليات كثيرة الـ ADCC، وممكن حتى الـ complement هيدخل، ما علينا. يتم إزالة المضرر الـ injurious agent removal of the agent. بعد ما يتم الـ removal of the agent تتم حاجة اللي هي العملية هذه اللي اسمها regulation أو control of the response، لأنه الـ inflammation هي عملية تحصل، ولما تحصل زي chain reaction، يعني كل inflammation يسبب ضرر لخلايا بعد، والخلايا اللي بعد تتضرر وتعمل inflammation، ويجلس الـ inflammation يتوسع يتوسع يتوسع. فلازم يكون في ميكانيزمات في الجسم نفسها تعمل ريجوليشن للانفلاميشن نفسه عشان ما يتوسعش ويخرب الدنيا كامل. اوكي فهذا الريجوليشن، بعد ما نكمل نتعامل مع هذا نعمل ريجوليشن نوقف الانفلاميشن. بعد ما نوقف الانفلاميشن تبدا عمليه الريزولوشن او الريبير اللي هو تصليح ما تم تخريبه، وبنشوف هذه برضه بالتفصيل فيما بعد نهايه المقطع هذا ان شاء الله. طيب اوكي كأساسيات كمقدمة للإنفلاميشن، إحنا عارفين أو إن شاء الله إنه كلنا عارفين إنه الكلمات اللاتينية يكون نهايتها itis، طيب كسفكس، وهذه تدل على الإنفلاميشن، زي لما يقول لك appendicitis، hepatitis. hepatitis اللي هو التهاب في الليفر، appendicitis اللي هو في الأبندكس، يعني إضافة itis للمصطلح اللاتيني يعبر عن الالتهاب. طبعا هذه القاعدة مش قاعدة مسلم بها لكل الأمثلة في العالم، لا، في حاجات ثانية لاستثناءات، زي مثلا النمونيا. النمونيا هذه هي أصلا الانفلاميشن of the lung. طيب فالانفلاميشن حق اللنج ما فيش ايتس، هي اسمها نمونيا. برضو في حاجة ثانية اسمها بليرزي اللي برضو تعتبر استثناء ثاني. المهم بس عشان تعرفوا ان الايتس هذه مش مثال يعني مسلم. بعدين في عندنا الانفلاميشن نفسه، ممكن يكون اكيوت، ممكن يكون كرونيك، على حسب عدة عوامل. الكرونيك اتوقع بنخليها في مقطع ثاني، او يمكن نخليها في اخر المقطع، والله مش متأكد، بس غالبا حتكون في مقطع ثاني، وتركيزنا كامل بيكون على اكيوت. فالتيبل هذا خلوه على جنب، يمكن نرجع له بعدين. طيب الان طبعا تلاحظوا ان انا احاول اختصر الكلام، لانه كل جزئية وكل كلمة وكل حرف ممكن انك تقدر تتوسع فيها اكثر وتنتشر. طيب لكن بشكل عام الهدف من هذا الفيديو ليس انه انت تخرج منه خلاص ماجستير في عالم الأكيوت انفلاميشن، لا، الهدف بس انك يعني الهدف من هذا الفيديو انه يعمل لك اساسات كويسة تقدر بعد مشاهدة الفيديو انك تقرأ حاجة عن الانفلاميشن وتربطها في المحتوى تبع الفيديو. طيب فانا هنا اجيب لك اساسات، ما تبقى من التوسع ان شاء الله يكون عليك. طيب يعني انا لا اعدك انه هنا الم كل حاجة عن الانفلاميشن، انما هذا المفروض انه يكون عليك. انا يعني الهدف من هذا المقطع يديك اساسيات عشان لما تقرأ عن الانفلاميشن بعدين يكون الوضع اسهل بكثير ان شاء الله، بس عشان نوضح المعلومة هذه. اوكي الاكيوت انفلاميشن، الخطوات اللي تحصل للاكيوت انفلاميشن او يسموها الايفنتس اوف اكيوت انفلاميشن تنقسم او قسموها لقسمين، اللي هو الفاسكولار ايفنتس والسيلولار ايفنتس.
vascular events، هذه اللي تكون الخطوة الأولى من ال events كامل، اللي هو الخاصة بمجرى الدم، في تغيرات تحصل في مجرى الدم. بعدين تحصل بعدها حاجات اسمها cellular event اللي هي على مستوى الخلايا والمساحة اللي ما بين الخلايا. اوكي بنشوف كل واحدة على حدة الآن. طيب من ناحية الفاسكولار ايفنتس نبدأ فيها، طبعا اللي تبدأ كده يعني بالترتيب او بشكل مختصر كده، هذا هو الملخص. طيب فالفاسكولار ايفنتس تبدأ بحاجة اسمها ترانزيانت فازو كونستريكشن، بعدها البرسيستنت فازو ديليتيشن. طبعا ايش معنى الكلام، بناخذهم الان بنشرحهم لكم، بس خليني اسرد لكم السنتين هذولا. طيب ترانزيانت فازو كونستريكشن هذا يعتبر يعني يعتبر زي ايش اسمها هذيك الكلمة، ايوه ريفلكس، يعتبر كذا ريفلكس للخلايا الجسدية بشكل عام. طيب يعني الان لما في من ناحية البلود فيسل لما او لما يدخل، طبعا هذا الكلام حاولت ابحث عنه كثير ما حصلش مصدر موثوق يجيب الكلام هذا، لكن اللي شرحوا هم شرحوا كذا، فانا اشرح زي اللي شرحوا بحكم انهم اخبر مني والله اعلم. عموما الترانزيت فازو كونستريكشن زي ما عندك البلد فيسل، فلما يدخل جسم غريب او لما يقرب جسم غريب من البلد فيسل، طيب البلد فيسل هذا ينكمش مؤقتا لانه ايش يعني حصل كونتاكت مع حاجه غريبه، فالانكماش المؤقت هذا يعني يعتبر ريفلكس طبيعي للبلد فيسل. طيب عموما هذا ما يعتبرش كلينيكلي سيجنيفيكانت، يعني هو كذا حاجة بس تحصل لحظية وتنتهي. ال significant ال clinically significant هذا يكون فيما بعد. الحاجات اللي تهمنا من ناحية ال inflammation هي فيما بعد، فالترانزيت فازوكونستريكشن هذه مش حاجة مهمة. المهم بعد الترانزيت فازوكونستريكشن تحصل حاجة اسمها persistent vasodilation، يعني في المنطقة اللي يحصل فيها ال inflammation ال blood vessels تتوسع. طيب انا لا اعني ان الفازوديليتيشن تحصل سيستميكلي في المكان كامل، لا، انما في المكان اللي يحصل فيها المرض او يحصل فيها الانفلاميشن عفوا يتوسع. فعندك البلد فيسل بشكل عام يكون زي كذا، المكان اللي حاصل فيها الانفلاميشن يتوسع شويه. طيب يعني حاجه تكون زي كذا، طبعا الرسم غير دقيق ابدا لكن بس عشان توصل لكم صوره. عموما طبعا هذه تحصل لمسببات، يعني ما تحصلش كذا عبث. طيب فالبرسيستنت فازوديليتيشن وات از ذا باثوي، ايش الباثوي او ايش الميكانيزم اللي ادت الى حدوث هذه العمليه بنناقشها، وواي ديد ذس هابن، ليش حصل كذا اصلا، يعني دحين حصل فازوديليتيشن، طيب ايش الحكمه من هذا الفازوديليتيشن بنعرف، وبرضه وات از ذا اوتكم، طيب اوكي حصل فازوديليتيشن ايش استفدنا، بنشوف الان. طيب عموما من ناحية واحد the pathway، الباثوي تبع ال persistent vasodilation كالتالي، احنا قلنا انه من ضمن الحاجات اللي تخرج هي damaged cells، يكون خلايا متضررة. طيب من ضمن المحتويات تبع الخلايا المتضررة، تمام، يسموهم vasoactive، احيانا يسموهم vasoactive amines يمكن. عموما vasoactive substances هذه، طبعا vasoactive معناته انه حاجات لها تأثير في الجسم، يعني هو هي تتقسم سنتين، يا خامل يا نشط، فالفازو اكتف هذا يعتبر نشط من ناحية انه يعمل تأثير على الجسم. طيب المهم الدامج سيل تخرج حاجات زي الهستامين والبروستاجلاندينز، مينلي البروستاجلاندينز. طيب هذه الحاجات لما توصل للبلود فيسل، لما تعمل كونتاكت مع البلود فيسل، هي تقريبا معاها ريسبتورز، والريسبتورز هذول لما يتفعلوا يحصل بعدين عملية اللي هو التوسع هذا. طبعا هي توسع، ثواني ندخل بالتفاصيل اكثر، هي توسع مع الابيثيليوم اللي موجود هنا يحصل له شرينكينج. طيب فالبلود فيسل نفسه يتوسع والابيثيليوم يحصل له شرينكينج، فالمساحات اللي هنا تكبر. اوكي طيب هذه معلومة بنناقشها بعدين يعني بإسهاب شوية. عموما الباثوي زي ما قلنا انه دامج سيل تخرج البروستاجلاندين والهستامين. طيب ليش حصل هذا الشيء؟ والله هو حصل عشان يقلل البلود بريشر ويعطي وقت لليوكوسايتس انهم يعني يقوموا بوظيفتهم. ليش؟ لانه لو قلنا انه المنطقة هذه ضيقة فالضغط فيها عالي،
فالبلد فيسل نفسه حتكون تمشي بسرعة، ما بتلحقش انها تعمل ستيكينج للسيرفس هذا. طبعا في حاجة نسيت اقولها لكم، المعذرة على المحتوى الملخبط هذا شوية، لكن والله كل الدكاترة يجيبوا محتوى ملخبط، ف بحاول ان ارتب قدر الامكان. عموما احنا قلنا بعد التوسع هذا برضو في حاجة تحصل، اللي هي طبعا هذه بناخذها بعدين في المايجريشن والهيميجريشن والديابيديسيس. المهم الخلايا اللي هنا تخرج ريسبتورز، اوكي؟ فلما تجي لك اللوكوسايتس تمشي 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 تمشي، هي تمشي تمشي وتلتصق هنا فقط، ما تلتصقش في اي مكان ثاني. ليش؟ لانه في ريسبتور موجود هنا، فالخليه هذيك الليكوسايت او الخليه الدم البيضاء تتعرف على ريسبتور وتلتصق هنا. فلما يقول لك ليش الليكوسايت تلتصق هنا ما تلتصقش في مكان ثاني، بسبب الريسبتور. عموما هو انت تقلل البلد بريشر عشان تعطي وقت للليكوسايت انها تتعرف على الريسبتور. لو كان لو مشيت الليكوسايت بسرعه مش حتتعرف، فهمت؟ فتقليل البلد بريشر يعطي وقت للليكوسايت انها تعرف انه في ريسبتور هنا وتعال نشبك فيه، تمام؟ فايه هذا عشان الليكوسايت. طبعا وات از ذا اوتكم؟ والله في عندك اوتكمز كويسه واوتكمز غير مقصوده انها تحصل، والناس يلخبطوا ما بين الثنتين، اوكي؟ فاللي يحصل انه ريدنس المنطقة هذه اللي حوالين هذه المنطقة يحصل لها ريدنس، تحمر. ليش؟ والله لأن المنطقة هذه الآن أصبحت مليانة دم، والدم لونه أحمر، فهذا ينعكس على الجلد فيخلي المنطقة هذه محمرة شوية، أوكي؟ تحصل عملية اسمها ترانزيوديشن، بنشرحها بعد شوية. هي تشرح بالمقارنة مع عملية ثانية اسمها إكسوديشن، فبنشوف الترانزيوديشن وبنشوف الإكسوديشن مع بعض، فهذه خلوها على جنب شوية. ويحصل سويلينج. طيب ليش يحصل سويلينج؟ هل شرحتها هنا تحت؟ والله مش عارف، لا شكرا لا. عموما السويلنج يحصل بسبب يعني سهل جدا، اللي هو للحين المساحات اللي هنا، خلينا نشرح برضه الترانزيتيشن على السريع لان هم سنتين مترابطات. طيب المساحات اللي هنا زادت، صح؟ طيب البلد فيسل هذا داخله عدة حاجات، داخله بلازما، داخله ريد بلود سيلز، داخله بليتلتس، داخله وايت بلود سيلز، ففي حاجات بلاوي كثير هنا، صح؟ طيب المسافات اللي هنا تتوسع، والتوسع هذا يسمح للسوائل اللي هي الصغيرة زي الماء زي البلازما أو محتويات البلازما إنها تسرب. طيب هي هتسرب لوين؟ الانترستيشال فلويد اللي هنا. فالمنطقة هذه اللي تحت الجلد على أساس تصبح مليانة ماء، فلما تكون مليانة ماء هذا معناته إنها تنتفخ، وهذا هو السويلينج. طيب عملية خروج الماء من البلد فيسل إلى الانترستيشال فلويد لما يكون ماء لحاله أو محتويات البلازما لحالها يسموها ترانزيديشن، بنعرفها أكثر بعدين. طيب أتمنى أن المعلومات هذه وصلت، وأتمنى أنها تكون يعني سهلة مش معقدة. وبس اللي هو الفاسكولار إيفنتس، ننتقل اللي بعدهم أو تكملة الفاسكولار إيفنتس اللي هي الزيادة في البيرمابيليتي. طبعا البيرمابيليتي معاها تكبر، فهذا طيب هو يكبر يكبر يكبر، يعني لو نقسمها على مستويات. طيب لو نقسمها على مستويات عشان توصل المعلومة، الطبيعي كذا، صح؟ طيب بدأ الانفلاميشن، هذه كبرت شوية، طيب بعدين مع استمرارية الانفلاميشن الحجم هذا أو هذا يكبر أكثر. طيب فلما نقول كذا مستويات، عموما يكبر أكثر يعني المساحات اللي ما بين هذول يوسعوا أكثر، يعني تحصل حاجة ثانية، بس المهم عرفوا إنه يعني يكبر. عموما بعدين لما يكمل، لما تكمل العملية هذه اللي هو الفازو دايليتيشن، يحصل بعدها الفاسكولار بيرمابيليتي تزيد. طيب الفازو دايليتيشن سببت بيرمابيليتي، اللهم انها بيرمابيليتي صغيرة. طيب بعدين تزيد البيرمابيليتي اكثر لانه الحجم اصبح كبير، فالنفاذية تصبح اكبر، اوكي؟ البيرمبيليتي هذه نفس الكلام، ايش الباثوي، ايش الميكانيزم اللي حصلت، وليش نكمل وين كنا وصلنا لموضوع البيرمبيليتي. زي ما قلنا نفس الحاجات الثلاث، ايش الباثوي وليش حصل وايش استفدنا من حصوله. فنبدا حبه حبه. الباثوي حق الانكريست بيرمبيليتي بنشوفها في باوربوينت الان، ثواني بس خلينا نروح الباوربوينت.
طيب طبعا جزء من المحتويات اللي تم اقتباس موضوع الانفلاميشن منها تم اقتباسه من الدكتور صالح بحاج، فهذا إضافة للمراجع. طيب عموما الباثوي تبع زيادة البرمابيليتي تتم كالتالي: احنا عندنا بلود فيسل، والبلود فيسل حوالينه اندوثيليال، خاصة البلود فيسل الصغار يكون اندوثيليال كذا، يعني اللايننج حقه واضح. طيب عموما الاندوثيليال هذول يكون عليهم مجموعة من الريسبتورات، من ضمنهم الانترلوكين 1 ريسبتور والتيومر نيكروتيك فاكتور الفا ريسبتور. طيب عموما الريسبتورات هذول ايش فائدتهم؟ والله الان زي ما قلنا السكن حصل له مشكلة والخلايا تضررت. طيب طبعا السكن هذا هو عبارة عن تيشو، عبارة يعني تيشو سكن طبيعي، لكن كل مكان ومكان تحصل حاجات كذا جميلة وصغيرة اسمها ماكروفاج، اللي تكون فيكست ماكروفاج، تكون كذا ماكروفاج موجودة بس كذا بالسكن ما تتحركش، في ماكروفاج يتحرك في ماكروفاج يجلس، طيب يجلس ثابت في مكانه، فهذا يعتبر من ضمن الفكس ماكروفاج. عموما هذا الماكروفاج القريب لمنطقة الضرر يرسل إشارات، أوكي، يرسل إشارات اللي هم السيتوكاينز اللي اسمهم انترلوكين 1 وتيومر نكروتيك فاكتور ألفا. طيب وهنا زي ما قلنا البلد فيسل عليها ريسبتورز، انترلوكين 1 ريسبتور اللي يمسك هذا، والتيومر نكروتيك فاكتور ألفا ريسبتور اللي يمسك تيومر نكروتيك فاكتور ألفا. طيب عموما الماكروفاج يرسل الحاجات الجميلة هذه، تروح تشبك في الريسبتور تبع الاندوثيليال سيل اللي فيها البلد فيسل، واللي يحصل هو انه الشرينكينج، هذه اللي شرحتها بالوورد الشرينكينج. طيب الان الاندوثيليال هذه تضيقت او حصل لها زي كذا شرينكينج، واضافة الى الفازو ديليتيشن اللي لم يتم توضيحها في الانيميشن الصغنطوط هذا. عموما بس الان المساحات هذه اصبحت اكبر بكثير من اللي كانت عليه، فعملية انها اكبر بكثير تخرج اللي هي الفلويدز والبروتينز. طيب اوكي، فلويدز مع بروتينز، وفي شوية حاجات بنناقشها الان. طيب عرفنا الباثوي انترلوكين فاكتور وتوما نكروتيك ومدري ايش، صار شبكة على الريسبتورز، وعملوا لك اللي هو الشرينكينج مع زيادة الباز ديليتيشن وهذا خروج الفلويد والبروتين. طيب why did this happen؟ ليش حصلت العملية هذه؟ والله العملية هذه حصلت عشان تحسن أو تسهل عملية الدايابيديسيس تبع النيوتروفيلز. طيب النيوتروفيلز هي أوائل الخلايا المناعية اللي تدخل من اللي تخرج من مجرى الدم وتدخل اللي عند الأماكن الضرر. طيب وهذول يعتبر حجمهم كبير بالمقارنة مع الخلايا الثانية، فالحجم الكبير هذا عشان يمشي لازم يكون عنده مساحة كبيرة، لازم مساحة كبيرة عشان يقدر يمشي، اوكي. فالعملية هذه حصلت عشان توفر له المساحة المناسبة انه يمشي، هذا هو اللي هو السبب ليش حصل العملية هذه، اوكي. What is the outcome؟ احنا قلنا الاوتكم هذا في حاجات مقصودة وحاجات غير مقصودة، فاللي كان مقصودة هو الدايابيديسيس تبع النيوتروفيلز، والله النيوتروفيلز قدروا يخرجوا وهذه حاجة كويسة. طيب اللي كان غير مقصود انه والله انت فاتح مساحات كثيرة وهنا عندك سوائل، والسوائل طبيعتها تتحرك، فالسوائل بتمشي مع النيوتروفيلز، اوكي. فلما السوائل تمشي مع النيوتروفيلز بتخرج سوائل وبتخرج بروتينات، لانه المساحات كبار فيخرج سوائل اكثر ويخرج بروتينات اكثر، وهذا العمليه اسمها الاكسيوديشن. الان ناخذ الفرق ما بين الترانزيديشن والاكسيوديشن بانيميشن ثاني. طيب الاكيوت انفلاميشن، نبدا بعمليه الترانزيديشن، معنا انيميشن صغنطوط هنا. طيب اللي يحصل في عمليه الترانزيديشن انه طبعا الترانزيديشن مش شرط تحصل مع ضرر للنسيج، الترانزيديشن تحصل اذا حصل اي نوع من انواع الفازوديليتيشن بالجسم، اي شيء يسبب فازوديليتيشن بالجسم يحصل معاه شويه كذا ترانزيديشن. طيب فنفرض ان الجسم طبيعي ما فيش اي حاجه والوضع كله تمام، ولسبب ما سواء كان دواء سواء كان تفعيل للباراسمبثاوي اي حاجه تسببت بفازوديليتيشن. طيب الفازوديليتيشن تفتح لك شويه مساحات شويه، طيب وشويه المساحات هذه زي ما قلنا بلد فصل مليان سوائل، فالسوائل هذه تضطر انها تخرج. طيب تخرج بكميات قليله لكنها تخرج، وتخرج سوائل لحالها بدون حاجات كثير ثانيه زي البروتينات، لان البروتينات ما فيش عندها مساحه انها تخرج اصلا، وهذه عمليه الترانزيديشن. المعلومات الاساسيه اللي انا شو وصلها الان ان الترانزيديشن مش شرط تحصل مع الانفلاميشن،
ترانسديشن عملية عامة تحصل حتى لو كان الجسم سليم. طيب واللي يخرج مع ترانسديشن ماء فقط او اللي هو فلويدز فقط. اوكي وايش كان باقي؟ بس البروتينات ما تخرجش. اوكي طيب ندخل لعملية الاكسوديشن. الاكسوديشن هذه هي الخاصة بالانفلاميشن. اوكي طيب انا مكسر كلمة اوكي صح؟ اوكي لو قلنا ان الان معانا نفس النسيج وهذه المرة حصل يعني بكتيريا، لنقول مثلا بكتيريا الانفكشن. اوكي والبكتيريا الانفكشن هي ضرة الخلايا. طيب الان كذا معلومات تفصيلية شوية وممتعة. عموما الان البروتينات انكسرت وخرجت محتواها محتوياتها، ومن ضمن محتوياتها زي ما قلنا في عندك هيستامين بروستاغلاندين والحاجات الجميلة هذه، بالاضافة الى البروتينات اللي كانوا اصلا موجودين داخل الخلايا. طيب احنا عارفين ان البروتينات هذولا عندهم حاجة اسمه اللي هو اسمه ده اوزموتيك افكت. ايوه عفوا صح، البروتينات هذول عندهم حاجة اسمها اوزموتيك افكت. اوكي طيب الان البروتينات هذه تنتقل او تتحرك بشكل عام، مش شرط انها تجي لهنا مباشرة، اللهم انها تتحرك وتزيد الاوزموتيك بريشر تبع المنطقة هذه. اوكي اوزموتيك بريشر يعني انه لما يكون الاوزموتيك بريشر في المكان عالي معناته انه قابليته لسحب الماء اكثر، هذه اساسيات المفروض انكم عارفين. عموما البروتينات تزود الاوزموتيك بريشر، والان اصبح الاوزموتيك بريشر هنا اعلى من الاوزموتيك بريشر هنا، مما يعني انه السوائل هنا حتخرج. هذا العامل الاول. اوكي طيب العامل الثاني اللي هو زي ما قلنا هذا يخرج هيستامين وبروستاجلاندين و و و و و يزود لك ال يعمل لك فازو دايليتيشن. هيستامين وبروستاجلاندين ومدري يعمل لك فازو دايليتيشن، انا هنا نسيت اعمل انيميشن للفازو دايليتيشن. طيب والشيء الثالث اللي هو الفيكست ماكروفاج اللي انا برضو نسيت ارسمه، يجيب لك الانترلوكين 1 والتيومر نيكروتيك فاكتور واللي تزود لك البيرميبيليتي. تحصل ثلاث حاجات اساسيه، البروتينات تزود الاوزموتيك بريشر، الخلايا المكسره تعمل لك فازو دايليتيشن، والماكروفاج يزيد لك البيرميبيليتي. المهم توسعت الدنيا، ولو تلاحظ مسألة الفراغات اصلا اصبحت كبير لان هنا صار عندك ثلاثه عوامل اساسيه وقويه. اوكي فاللي يحصل الان انه والله تخرج حاجات كثير، ويخرج البروتينات، تخرج الوايت بلود سيلز، تخرج احيانا حتى تحصل دم، احيانا تحصل شويه دم. اوكي فهذا هو الكلام. باذن الله توضح لكم الفرق ما بين الترانسيديشن والاكسيديشن. الان ننتقل للسيلر ايفنت. احنا كملنا الفاسكولار ايفنتس. الفاسكولار ايفنت تلخص باربع حاجات اساسيه تقريبا او ثلاث حاجات اساسيه، المهم ترانزيانت فازوكونستريكشن، بعدين بيرسيستنت فازو ديليتيشن، والبيرسيستنت فازو ديليتيشن يتبعها حاجه اسمها انكريست فاسكولار بيرميبيليتي، وهذا بالاخير ينتج عنه انه الوايت بلاد سيلز دخلوا الى مكان الخلايا. فالان اصبح الوضع خلايا ضد خلايا، اصبح الوايت بلاد سيلز داخلين في الخلايا. فنبدا في السيلولر اللي هي الخلويه. فالسيلولر ايفنتس تتم او اللي يحصل فيها هم يعني عده الحاجات هذول. اول شيء الاكسيديشن، احنا نبدا من النهايه، من النهايه الخطوه الاولى. فالاكسيديشن اوف ليكوسايتس، خلاص الليكوسايتس خرجوا الى مجرى الدم. اوكي بعدين عمليه الفاجوسايتوسيس اللي لها عده تفاصيل تحتها كذا عده معلومات او تفاصيل كثيره. طيب بنحاول ناخذ عمليه الفاجوسايتوسيس بشكل لا باس به من التفاصيل عشان يعني ليش لا. طيب نبدا الفاجوسايتوسيس لها عدة خطوات. خلينا نروح على الباوربوينت قبل ما نتكلم على خطوات الفاجوسايتوسيس. لازم نعرف اللي هو الخلايا المسؤولة عن الفاجوسايتوسيس. أتذكر إني شرحتها مرة في الأميونيتي، لكن خلينا نعيد شوية بطريقة مختلفة شوية. المعلومات اللي هنا مش نفس المعلومات اللي هناك. عموما الخلايا المسؤولة اللي ناتشورال كيلر، هاي تعمل سايتوتوكسيك بشكل عام أكثر من لا الناتشورال كيلر ما تعملش فاجوسيتوسيس، معلش الفاجوسيتيك سيلز هم اللي يعملوا فاجوسيتوسيس، اللي هو النيتروفيل المسؤول الاساسي او الحاجه الكبيره الاساسيه في الانفلاميشن، والمونوسايت برضه يشتغلوا شغل كويس، والفري ماكروفاج. هنا ما كاتبين فري ماكروفاج ليش؟ لان الماكروفاج نوعين، في فري وفي فيكست. الفيكست قد تكلمنا عليه اللي يكون موجود في التشيو، الفري هذا يكون موجود في مجرى الدم يسبح ويتحرك وكذا حركات، اللهم انه ماكروفاج لكنه يسبح ويتحرك. اوكي طيب
خطوات الفاجوسيتوسيس بشكل كده يعني مختصر قبل ما ندخل بالتفاصيل. عملية الكيموتاكسيس اللي هو وصول وصول النيوتروفيل، خلينا نقول النيوتروفيل، وصول النيوتروفيل إلى المكان اللي فيها البكتيريا، بعدين المايجريشن اللي هو التحرك من مجرى الدم إلى المكان اللي فيها البكتيريا. أتوقع هذه كان المفروض تكون immigration، بنشوف الفرق بين migration و immigration بعدين. عموما بعدين attachment للبكتيريا نفسها يعني، بعدين ingestion اللي هي بداية الفاجوسيتوسس، بعدين الكيلينج لما يدخل اللايسوسومز إلى المكان ويكسروه. طيب أوكي، من ناحية الكيموتاكسس فاحنا قد ناقشنا الكيموتاكسس من قبل، لكن نزيد ناخذها شوية زيادة. الكيموتاكتيك فاكتورز او الحاجات اللي تعمل كيموتاكسس هم زي البكتيريا الاندوتوكسين، الحاجات اللي تفرزها البكتيريا هذه تعمل كيموتاكسس. السي 5A اللي هو الاجزاء من الكومبلمنت، طبعا الكومبلمنت هذا يكون موجود مع البلازما، ولما يخرج يتفعل ويتفعل بعدين يتكسر لحاجات كثيرة، إحداهم ال C5A. C5A هذه تستدعي الماكروفاج، تستدعي الخلايا الدم البيضاء، وهذا عملية الاستدعاء هي عملية الكيموتاكسس يعني. والإنترلوكين 8 هذا اللي يكون موجود من ضمن بعض الخلايا اللي بعض الخلايا المناعية، تروح تفرز إنترلوكين 8 عشان تستدعي خلايا مناعية أكثر. طيب المهم هذه الحاجات اللي تعتبر كيموتاكتيك فاكتورز. طب خليكم من الباوربوينت شوية بس خلينا نراجع المعلومات اللي هنا. اللي يتم مع بداية عملية الفاجوسيتوسس حاجة اسمها migration، لازم نعرف ايش معناها. البيفمنتنج برضو، الرولينج والادهيجن. الرولينج والادهيجن من الباوربوينت اوكي، بس الحاجات الثانية هذه لها مكان ثاني. طيب بعدين الاميجريشن والديابيديسس، بعدين الكيموتاكسس. طيب لا بس عشان نحفظ الترتيب، نبدأ بالمايجريشن والبيفمنتنج. ايش معنى الكلام هذا؟ والله تشوف انت في عندك مجرى الدم الطبيعي، هنا يكون في عندك الابيض هذا اللي هو السوائل، او تسمى البلازما، سموها ايش ما تسموها، السوائل. بعدين الزرق هذول هم على اساس الوايت بلود سيلز، والحمر هم الريد بلود سيلز. طبيعي اوكي. عملية المايجريشن والبيفمنتنج هذه متى تحصل؟ تحصل لما السوائل اللي هنا تخرج. طيب من اللي كان مغطي الأطراف؟ اللي كان مغطي الأطراف هم السوائل، واللي كان مغطي الوسط هو الخلايا. طيب الآن لما زادت البيرمابيليتي و و و و و السوائل خرجت صح، فأصبحت الخلايا قادرة على أنها تروح للأطراف. فالخلايا الآن صارت قادرة أنها تروح للأطراف، هذه العملية اسمها migration. يعني إيش المايجريشن؟ المايجريشن هذه لما ينتقل السوائل والخلايا بشكل عام يصبح لها القدرة انها تروح للاطراف، هذه اسمها migration. البيفمنتنج خاصة بالوايت بلاد سيلز لما تكون عندها القدرة انها تروح الى اطراف الخلايا وتتحسس الريسبتورز. طيب يعني لما يكون الخلايا كامل بشكل عام يسموها migration، لما تكون خاصة بالوايت بلاد سيلز يسموها البيفمنتنج. فالوايت بلاد سيل كانت في الوسط، بعدين كملت السوائل اصبحت الوايت بلاد سيل قادرة انها تمشي لتحت وتتحسس الريسبتورز. العملية هذه اسمها البيفمنتنج، او قدرة الوايت بلاد سيل على انها تكون قريبة من البلاد فيسل وول. اوكي طيب بعد ما تتم عملية البيفمنتنج والهذا ومشينا وكذا، نرجع للانيميشن. لو تتذكر هنا حصل معاك اللي هو البلاد فيسل توسع مدري ايش، بعدين البروتين الفلويد خرجوا. طيب اوكي، في حاجات ثانية تحصل كثير اللي تبدأ بعملية اللي هي طيب الآن ما تبقى من الخطوات هي تسهل أو عشان تبدأ عملية الرولينج. فبعد ما توسعت الحاجات هذه وبعد ما كل حاجة حصلت، اللي يحصل الآن هو كالتالي. مبدئيا يتم إكسبرس للريسبتورز اللي احنا قلنا عليها اللي هي adhesion molecules، طيب اللي هي الـ EP selectin. فالآن الخلايا تبع الاندوثيليال تعمل اكسبريشن لحاجة اسمها adhesion molecules، او يسموها الـ P selectin، الـ E selectin او الـ P selectin. طيب وبما انه عندك هنا اللي هو الـ blood او الـ white blood cells، الـ white blood cells عليها برضو اللي هو مستقبلات ثانية او اللي هو الطرف الاخر من اللوك اند كي اللي يسموها الـ L selectin. طيب فلو نقول ان شكله يكون زي كذا، هذا معاك ال L selectin وهذا معاك ال E او ال P selectin،
واللي يحصل بشكل خاص انه البي والال هذولا يندمجوا مع بعض. خليك من الكلام هذا كامل، تعال هنا، هذا يشبك في هذا، اوكي. فالوايت بلود سيل زي ما شرحنا في اول مقطع تكون تمشي 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 تمشي، ايش اللي يخليها ترتبط هنا ما ترتبطش في اي مكان ثاني، اللي هو عمليه اللي هو البي سيلكتين والاي سيلكتين والارتباط الجميل هذا. طيب هذه هي بدايه عمليه الرولينج. طيب ما علينا، طبعا هنا بندخل بتفاصيل اكثر وبيكون موضوع لخبطه ومش ملزمين انتم فيهم، بس انت يعني اعرفوا ان ال سيلكتين يكون على الوايت بلود سيل والبي سيلكتين يكون على البلاد فيسل. عموما الرولينج تحصل ما بين ال سيلكتين والبي سيلكتين والارتباطات اللي تحصل ما بينهم. طيب الارتباطات هذه هي اللي تعمل عمليه الرولينج، والرولينج هذه تتم بنشوفها بعد شويه، خلينا بس ما نستعجل. طيب الآن بعد ما احنا قاسين نعمل عملية الرولينج، الرولينج هذا والتحرك هو عبارة عن المايجريشن اللي هو الانتقال إلى المكان اللي فيه المرض، لازلنا في البلود فيسل، فالمايجريشن لازال في البلود فيسل، وبعدين ندخل في الأدهيرنس واللي هي اللي توقف الموفمنت، بنشوف. طيب زي ما احنا عارفين هنا ال سيلكتين والبي سيلكتين وكل حاجة ماشية زي الناس. لا زال عندك الانترلوكين وال والتومر نيكروتيك فاكتور هذولا، طبعا هذولا وين يكون تركيزهم اكثر شيء؟ فكروا معي كده منطقيا، هل بيكون تركيزهم ومكان قريب من الجرح او بعيد من الجرح؟ اللي يرسلهم هو الوايت بلود سيل اللي يحتاج مساعده، فتركيزهم اكيد بيكون اكثر شيء متركز هو في المكان اللي عند الاصابه. طيب فهذول الجميلين او نسميهم برضو الانتجرنز، طيب تقريبا يتسببوا بإفراز الانترلوكين 8، هذه المعلومة مش متأكد منها لكن بس تقريبا يتسببوا بإفراز الانترلوكين 8. المهم واللي يحصل بشكل عام انه الاندوثيليال سيلز هذه تعمل اكسبريشن لحاجة ثانية جميلة جدا اسمها الاي كام. طيب الشباب من جامعة البصرة موضوع الاي كام هذا مقرر عليكم في منظمتكم فركزوا هنا شوية. عموما الاي كام ايش هو الاي كام؟ والله الانتراسيلر اديجن مولكيول 1، وهذه ايش وظيفة الاي كام هذا؟ والله الاي كام هذا هو المسؤول عن الستوبينج اوف ذا موفمنت. كيف يعني؟ والله البايت بلوت سيل هذول او النيتروفيل جالس تتحرك تعمل رولينج 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 رولينج. طيب اذا استمرينا كده بتجلس في الرولينج الى الابد. طيب ايش اللي يخليها تتوقف؟ والله الاي كام هذا يفرز او يكون يحصل اكسبريشن في الاماكن اللي فيها the highest concentration of the الكيموتاكتيك ماتيريال. عموما تم الاكسبريشن للاي كام هنا، والجميل هذا بيتحرك بيتحرك بيتحرك، لما يوصل للاي كام يرتبط في الاي كام ما عاد يتحرك يوقف. طبعا نسيت في معلومه نسيت اقول لكم عليها، انه الاي كام هنا اصلا هو يكون مربوط بريسبتور، يعني الاي كام هذا في له ريسبتور خاص فيه بالوايت بلود سيل، يعني طبيعي بس يعني لازم اقول لكم. والريسبتور الجميل هذا اللي موجود على الوايت الوايت بلود سيل اسمه LFA1 او الليمفوسيتك، عفوا الليمفوسايت فانكشن اسوسييتد انتيجين، ما انا قلت ليمفوسيتك. طيب الليمفوسايت فانكشن اسوسييتد انتيجين هذا هو اللي يرتبط في الاي كام واللي يعمل توقف للموفمنت. واللي يحصل هنا بشكل يعني سريع شوية، احنا كنا قاسين في عملية الرولينج رولينج رولينج الى ان ارتبط في الاي كام. وين الاي كام؟ هذا الاي كام. الى ان ارتبط في الاي كام ال اف اي 1 ارتبط بالاي كام وتوقف. بعد ما توقف تبدا عملية اسمها الدايابيديسيس اللي هي الدخول، اوكي. طيب طبعا الموضوع الاي كام وال اف 1 هذه مسؤول عنها هو الانترلوكين 8، زي ما قلت لكم لازلت مش متأكد كل التفاصيل عن انترلوكين 8، لكن انترلوكين 8 هذا يعمل اكتيفيشن لل LFA1، هذا اللي انا متأكد منه. انترلوكين 8 يعمل اكتيفيشن لل LFA1، لان ال LFA1 لو تلاحظوا شكله هنا يكون inactive. طيب inactive الى ان يصل الى المكان اللي فيه هاي concentration of انترلوكين 8 يبدأ يحصل له اكتيفيشن عشان يرتبط مع الاي كام. يس، ليش كل هذا الليفل من التفاصيل انا مش عارف، لكن بتعتبر معلومات كويسه ان شاء الله. طيب نكمل،
الآن إحنا كنا نتكلم على migration migration migration، ندخل الآن في عملية اسمها immigration، ولازم نعرف الفرق ما بين migration والimmigration. migration كان ما داخل blood vessel. طيب الimmigration هي الهجرة، والهجرة إلى خارج البلاد. فالحاجات الجميلة هذه هم في بلادهم فكانوا عاملين migration، لكن لما يعملوا immigration لما يخرجوا من بلادهم إلى الخلايا إلى الانترستيشال فلويد، هذا يسمى زي سفر أو هجرة، أو هذا يسموه immigration. طيب أوكي نكمل، خلينا نرجع هنا. كملنا موضوع اللي هو الكيموتاكسس، وكملنا المايجريشن، كملنا بس خلاص المايجريشن والإيميجريشن واخذنا تفاصيلهم كامل. بعدين اما الاتاتشمنت، والاتاتشمنت هذه لسه تحت التفاصيل كمان، والانجستشن برضه تحت التفاصيل شويه، اللي هو عمليه الاندوسيتوسس. بعدين اللي هو الكيلينج، هذه ما دخل يعني ما دخلوش لها في ما او يعني ما تعمقوش فيها في ما في منهج الباثولوجي، لذلك يعني خلوها بشكل عام كده بس. طيب ترتبط هذه ترتبط البكتيريا في الوايت بلد سيل ويحصل لها اندوسيتوسس او فاجوسيتوسس، عفوا فاجوسيتوسس هو المصطلح الاصح. بعدين ارتباط اللايسوسوم بالفاجوسوم وتكوين حاجة اسمها الفاجولايسوسوم، الانزيمة تدخل الى المكان اللي فيها البكتيريا وتتحلل بعدين يتم اخراجها، هذا هو الفاجوسيتوسس. طيب ننتقل الان لاخر موضوع في درس الاكيوت انفلاميشن، اللي هو الفيت اوف انفلاميشن او الفيت اوف اكيوت انفلاميشن عشان نكون ادق. طيب الفيت اوف اكيوت انفلاميشن هي تتقسم بشكل عام كتقسيمه بسيطه، اللي هو يا فيت كويس جود ولا باد. اوكي يعني هو الفيت يا حاجه كويسه يا حاجه مش كويسه. فلو كانت كويسه هي تحت سيناريوهين، اللي هو يكون مايلد يسموه كده مايلد انجري او حاجه زي كده، مايلد يعني حاجه خفيفه. طيب حاجه خفيفه زي تروما بسيطه او التهاب بسيط او حاجه ما تاثرش، حاجه كده ضعيفه جدا، هذه اللي يحصل فيها يعني مباشره الريزولوشن، اللي هو الجسم يتعامل معاها بطريقه سليمه جدا وصحيحه لانها حاجه صغيره اصلا، وتجي الفاجوسايت تاكل اي حاجه خربت ويتصلح الوضع طبيعي بدون اي مشاكل طويله الامد. اوكي اذا كان الضرر اقوى وحصل destruction of the tissue، طيب يحصل repair. طبعا هذا كلام كله MCQ، يعني اذا كان mild يحصل resolution ما يحصلش repair، اذا كان destruction يحصل repair. بعدين في عندك حاجة ثانية اللي هو regeneration والorganization وكل واحدة تحتها التفاصيل. عموما ما علينا من MCQ، احنا هنا جايين عشان المعلومات صح. طيب المايلد يحصل ريزولوشن، الديستركشن اوف ذا تيشيو، لما يحصل ديستركشن لما يحصل تخريب للتيشيو لازم تتصلح. طب عملية التصليح، كلمة تصليح بالانجليزي اسمها ريبير. اوكي فيحصل الريبير يحصل على طريقتين. انت الان معاك تيشيو خرب، ثواني خلينا نروح للرسمة هذه. طيب انت الان معاك تيشيو خرب، اوكي هذا التيشيو، طبعا هذا التيشيو الكبير وهذا الجزء خربان. طيب اوكي الان الجزء الخربان هذا المفروض انه يتصلح، المفروض يحصل له ريبير. طيب التيشيو هذه تعتبر من نوع معين من انواع الخلايا ايش ما كان النوع، والتصليح يتم على سيناريوهين، يا انه تصليح الخلل من نفس نوع الخلايا من نفس جنس الخلايا اللي موجوده في التيشيو، او انه تصليح من جنس مختلف. طيب ايوه فالريجنريشن تمام هي عملية تصليح الديستركتد او الدامجد سيلز من خلايا مشابهة للنسيج المحيط. تمام ايوه فالريجنريشن هو انه نفس الخلايا هذه تتكاثر وتكبر وهذا وتغطي المكان الخربان ويتصلح، هذا هو الريجنريشن. الريجنريشن وين يحصل احسن مكان؟ اللي هو بالسكن. لو تلاحظ لما يحصل مثلا قطع بالسكن، خاصة لو كان قطع كده صغير، يتصلح وبعد فترة يكون كأنه ما كانش موجود. ليش؟ لأنه حصل ريجنريشن، الخلايا تقسمت وتصلح الوضع. في أماكن كثير ما يحصلش فيها ريجنريشن زي الدماغ، زي الخلايا تبع الكدني، أماكن كثير ما يحصلش فيها عملية الريجنريشن، إذا خرب خلاص يخرب. طيب
وهنا ندخل بحاجة ثانية اسمها الأورجنايزيشن. وأشياء أنبه على موضوع مهم، يعني معلومة مهمة، إن الأورجنايزيشن مش شرط تكون بس خلاص في الدماغ والكدني، لا، حتى السكن ممكن يحصل له أورجنايزيشن. فالأورجنايزيشن هي عملية عامة مش محصورة على شيء، لكن بس إنه يعني أحد السيناريوهات اللي ممكن تحصل. فإحنا قلنا لو تم التصليح من نفس نوع عن الجنس نقول عليه ريجنريشن. لو تم التصليح من نوع مختلف من الخلايا او نوع مختلف من التشيو، يعني هذا تشيو وانت رحت تصلح بتشيو ثاني، تمام، هذا يسموه organization. وغالبا التصليح بالتشيو الثاني يكون بالفايبر، بس يعني كذا معلومة على قبل ما تدخل بتفاصيلها. وهذا هو الجود، هذا اذا انا لازلنا في الجود، انه والله هذا الحاجات الكويسة، يعني يا يعني انه يتصلح، يا يعني انه يعني يكون resolution ويرجع زي ما كان، ولا انه يحصل له تصليح من نفس نوع الجنس او من نوع اخر. اوكي، الباد اللي هو اذا استمر الايرتنت او اذا استمر الانجوريوس ايجنت، استمر بالحدوث وانت ما عالجتوش وتجاهلته وكذا، يتحول بعدين طوال الى الكرونيك. الاكيوت انفلاميشن ترجع كرونيك. ان شاء الله بدخل في فيديو بالكرونيك بعدين، مش عارف والله، لكن بس يعني انه الاكيوت يتحول كرونيك، هذه المعلومه اللي خذوها حاليا في هذا المقطع. والمعلومة الثانية اللي هو يحصل سابيوريشن. ايش معنى سابيوريشن؟ ثواني. طبعا السابيوريشن هي عملية اللي هي الابسس فورميشن، طيب، تكون كذا سائل حوالين المكان المتضرر، تمام، يسموه تقريبا صديد، غالبا اسمه صديد. طيب، تكون صديد او الابسس حول المكان، وهذه العملية اسمها سابيوريشن. وهذه ما تحصلش لأي حاجة، يعني مش اي حاجه يحصل لها سيبريشن، لا، سيبريشن يحصل لما يتعرض الجسم لبايوجينيك بكتيريا. طيب، ايش معنى كلمه بايوجينيك؟ والله كلمه بايوجينيك معناته بكتيريا قادره على عمل سيبريشن. بايوجينيك هي اللي تعمل سيبريشن، فالبايوجينيك بكتيريا هي البكتيريا اللي قادره انها تعمل سيبريشن. فلو الشخص اصيب في بايوجينيك بكتيريا، البايوجينيك بكتيريا بتعمل انفلاميشن، وبتعمل مع الانفلاميشن حاجه اسمها سابيوريشن. اوكي، طيب، عموما السابيوريشن هذه تاثيره الاساسي او الشيء الاساسي المش كويس بموضوع السابيوريشن انه يعمل نيكروسس، يعمل تنخر بالخلايا، لانه يعني زي ما قلنا سوائل، والسوائل برضو تسبب، يعني لما يكون السوائل في غير مكانها هذا يعتبر احد اكبر عوامل اللي هو النيكروسس. بعدين تخيلوا معايا الوضع، انت بيكون معك بكتيريا وطبيعي انفلاميشن، والانفلاميشن يدخل معاك النيوتروفيل، تمام، فاصبح معاك بكتيريا والنيوتروفيل، الحرب ما بين البكتيريا والنيوتروفيل يختلطوا مع بعض بالاضافه الى الابسس اللي موجود، ويتكون معاك البس. فالبس هذا موجود من اللي هو زي ما احنا عارفين البكتيريا والنيوتروفيل. طيب، اوكي، او انه ممكن يتحول زي ما قلنا كرونيك، هذه قد ناقشناها من قبل. وبكذا نكون انهينا مقطع الاكيوت انفلاميشن، المعذرة جدا جدا على التأخر للي كانوا ينتظروا مقطع الاكيوت انفلاميشن. وفي خلاصة المقطع ان شاء الله انكم استفدتوا، وان شاء الله كانت المعلومات كويسة، وان شاء الله انا قدرت ارتبها زي الناس. وبس، دمتم.